كل مكان تهانينا والناموس لجميع الفائزين. هكذا التواصل مستمر أيها الحفل الكريم، مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في كل مكان. أعلنت انطلاقة الشوط الأول الرئيسي للجداع، والشوط الثاني 10 في المجموع لمسافتنا هي 3 كيلومترات. شوط الجداع مسافتنا 3 كيلومترات مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في كل مكان. أشواطنا دائما أيضا متوالية، شوط ورا شوط، والشوط الأول الرئيسي للجداع مسافة 3 كيلومترات. المقدمة هو صبارة الدوحة، هنالك من يقدم حمد المري، من يقدم الدوحة بهذا التحدي كبير، تحدي مسير ثاني الأسماء. وصلت الشاهينية عبد الله بن علي المري، من يقدم لنا الشاهينية بهذا التحدي كبير. دخول مباشرة، وصلت الشاهينية عبد الله بن علي المري مع الشاهينية، وتحدي الشاهينية بأداء جميل وتحدي كبير. وهنالك رابع الأسماء مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، وصلت هنالك أيضا الدوحة، وحمد المري من يقدم الدوحة بأداء جميل وتحدي مسير في هذا التحدي الكبير مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في كل مكان. رابع الاسماء، خامس الاسماء، دخول من الشاهينيه وعمير بن راشد الجبر النعيمي، من يقدم اسم كبير. ولكن لنا عوده الى المقدمه والى الصداره، الشاهينيه حمد بن سالم المري، من يقدم الشاهينيه باداء جميل والتحدي ممتاز بهذا التحدي الجميل. شوط الجداع، الشوط الاول شوط يحمل الجداع، وثاني الاسماء الشاهينية وعبد الله بن علي المري، من يقدم الشاهينية بهذا الأداء الجميل ومتميز في هذا التحدي. ثالث الأسماء، وصلت الدوحة، هنالك حمد المري من يقدم الدوحة، ولكن المركز الرابع، وصلت هنالك أيضا الشاهينية وعمير بن راشد الجبر النعيمي. ولكن لنا عودة إلى المقدمة وإلى الصدارة مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء. المقدمة ما زالت هنالك مشاهدينا الكرام، الشاهينية وحمد بن سالم المري، والدوحة هنالك حمد المري من يقدم الشاهينية، وهنا الشاهينية عبد الله بن علي أيضا المري من يقدم الشاهينية بهذا التحدي الكبير وتحدي، والمتحدين بهذا الصباح جميل، صباح يحمل تحديات كبيرة ويحمل طموحات كل المشاركين والمتابعين. المركز الرابع، دخول من أيضا وصلت الشاهينية وعمير بن راشد الجبر النعيمي. الله الله، نحن اختلفنا من اللائحة القوية واللائحة الكبيرة، دائما تحمل لنا هنالك طموحات كل المشاركين. لائحة الإعلان والكيلو متر الأخير، وكيلو التحدي، وكيلو الصراع، كيلو ما بعده، كيلو إلا خط النهاية، وكلمة الناموس الدوحة، الدوحة وحمد المري مع الدوحة، الدوحة الدوحة تسللت إلى المقدمة وإلى الصدارة هنالك. ولكن وصلت هنا الشاهينية وعمير بن راشد الجبر النعيمي، من يقدم الشاهينية وتحدي جميل وأداء متميز. ولكن خلاص، رابع الأسماء، الشاهينية وعبد الله بن علي المري من يقدم الشاهينية بأداء جميل وتحدي ممتاز، ولكن الدوحة طارت بالمقدمة وطارت بالصدارة. خلاص الدوحة وحمد المري، 500 متر الأخيرة، 500 متر ثقيلة ومتحدية مع الدوحة، ولكن الله وصلت، الله الله، الشاهينية وعمير بن راشد الجبر النعيمي وحمد المري تحرك مع الشاهينية حمد بن سالم المري. ولكن هنالك الدوحة والعصا، نعم مربوطة، مربوطة في البطال ما شاء الله وتبارك الرحمن. كلمها يا 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 حمد المري، حتى لو سمعها خلها تروح شوي، ولكن الله ما شاء الله وتبارك الرحمن. أوه.
روحت 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 الدوحة بالتحدي بالناموس بالتحدي الدوحة الدوحة وحمد المري سلام 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 الدوحة سلام يا حمد المري تهانينا والناموس لمالك الدوحة حمد المري ثاني أسماء وصلت هنالك الشاهينية وعمير بن راشد جبر النعيم ثالث الأسماء وصلت أيضا الشاهينية حمد مسالم المري تويت زمني ساعة وصول الدوحة لخط النهاية قطعت مسافة 3 كيلومترات 4 دقائق 57 25 جزء تهانينا والناموس لمالك أيضا الدوحة حمد المري تهانينا والناموس.